نظم أو أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا كوفيد 19 إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى من المملكة العربية السعودية الشقيقة كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي وتم نقلهما إلى إحدى المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج والرعاية اللازمة فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهما بالفيروس ليبلغ بذلك العدد الإجمالي إجمالي 38 مصابا جميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص وأشارت وزارة الصحة إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة من خلال ضمان متابعه جميع القادمين من الدول الموبوءه لمده 14 يوما من قبل فريق متخصص للتاكد من خلوهم من اي اعراض والتزامهم بارشادات العزل وتطبيق الاجراءات الاحترازيه والوقائيه من فيروس كورونا كوفيد 19 بحسب المعايير التي اوصت بها منظمه الصحه العالميه والتي أو وجددت وزارة الصحة دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قاموا بزيارتها في الشهر الجاري الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص والبقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة حتى جدولة موعد الفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين لاعتبارهم مصدرا لنشر الفيروس لعائلاتهم والمجتمع. ونوهت الوزاره الى حرصها الدائم على اطلاع الجميع بكافه المستجدات والارشادات حول فيروس كورونا كوفيد 19، والاعلان عن كافه الحالات الجديده التي يتاكد اصابتها بالفيروس بشكل دوري، مشيده بالوعي المجتمعي للمواطنين والمقيمين، وحرصهم على استقاء المعلومات حول الحالات المصابه او اي قرارات ومعلومات من مصادرها الرسميه، والتزامهم بتطبيق كافه الارشادات والتعليمات الصادره من الوزاره. للحد من انتشار الفيروس من مبدا المسؤوليه الوطنيه المشتركه لضمان سلامه الجميع